كيفكم؟ اشتقنا لكم. هاي يا حلوين، كيفكم؟ اشتقنا لكم. رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو اليوم التحدي. شو يا حلوين التحدي؟ اقوى بنت في اليوتيوب. مين اقوى بنت في اليوتيوب؟ ستيلا. ستيلا اقوى بنت في اليوتيوب؟ يعني بالعكس عم تعملوا شو يعني؟ يعني ستيلا مؤدة ودود يعني، او ادم تربح ستيلا يعني؟ شفتكن عم تلمحوا على ستيلا. شو ستيلا احلى منكن؟ ها؟ لا لازم تعطوها تقولون ستيلا. لا ستيلا فوزي لي هالمرة اليوم وجاكريون. اوكي قولي الفوز لي. يلا ستيلا هيك اصمدي وقاومي وراح تربح اليوم. جايز خلي المشاهدة للاخير وشوفوا شو راح يصير مع دور البنات والبابا. يا جايز هاي اخر مرة عم نخبركن، يعني بنقول والله العظيم هذا بابا بيقولوا انه انتوا عم تكذبوا علينا. طيب ما بنعرف يعني كيف لسه بدكم انه يعني نجيب يعني ورقة. لا هالمرة انا بعرف شو اثبات الزواج. شو رايكم هيك نعمل هالمرة يعني؟ ما بصير يعني اكيد يعني بابا يعني حدا اذا مو بابا بيطالع حاله باليوتيوب قدام العالم اكيد يعني بابا 100%. على كل حال مو مشكلة رح نبدأ بالتحدي، بس حبيت هيك اوضح هالفكرة عشان تعرفوا هو بابا. مستعدين لهذا التحدي؟ جايز اول مرحلة عنا اليوم ثلاث مراحل بهذا التحدي. مين بتفوز وتاخذ نقاط كتيرة رح نعلن هي الفائزة في هذا التحدي. كل قلوبات لكل المتابعين. عن جد جايز بنشكركم من قلبنا صافي لقلبكم صافي انه على الدعم اللي عم تعطونا، بس بدنا اكتر مشان نوصل لخمسين الف. انتو عائلتنا الثانية ولازم تدعمونا اكتر واكتر واكتر. ورح نبدأ. وين قلوبات لكل المتابعين؟ اكتر اكتر اكتر. بدنا ندعمكم، لازم تدعموا القناة. نبدأ؟ نبدأ على التمرين الاول. Let's go guys. الطابة بالاجر، وهون موبايل اللي بيقدر يوقع الموبايل على الارض راح نعتبره انه هو الفائز. اوكي جايز ماني فاشخص معي على ارباحه تاخذوا تعبكم. كل واحد عم ياخذ من عرق وجبينه، يعني من تعبه راح ياخذ الماني. ماني على الفاضي ما في، لازم تتعب. تتعبي تاخذي ماني. يلا يا سامي تفضل. الموبايل والطابة بالأجر لازم تزت وتوقع الموبايل، إذا وقعت بتربح. ما بظن. يلا يا سامي. أوكي. واو. واو. يلا كملوا يا بنات. يلا. يلا يا شيرين. مو مشكلة يلا ما نخجلك. لا ما مو مشكلة. لا تعالوا تعالوا لعندها خلاص كلياتكم تعالوا لعندها. الخط بيجوا عم يقربوا حالهم متابعينا مشان يربحوا. بعد انا بعد ما تيجي معك. الله ما شاء الله. لا كنتي تعملي خفيف. لاسكو خسرتي عندك نقطع احفظي انه ما اخذتي. اوكي ما تعرف تلعبي ده يا سيدي. عصد ضحكتي على نذرين. اللي بضحك على الثاني شو صار معي؟ خسرتي. وهلا ستيلا تفضل يا ستيلا دقيا. ركزي. شيني تضحكي وانتي اللي خسرانة. عادي انا صديقتك ما خسرت معي مو مهم. دقيا انجلينا ظبط انا من عندي. ليش تضحكي على صديقتك؟ عادي نحن هيك. يلا يا انجلينا. نو كنتي لازم تعملي بالضبط نفس المقاس وتيجي تصيري مثل بابا. يعني بزوري انت ربحتيها سامر؟ ياي الموبايل. جايز سامر اللي بأول نقطة هو الربح، والأربعة الثانيين خسروا. على المرحلة الثانية ليتس جو. جايز رح نعمل مكاسرة مع تغميض العيون، بس طبعا بنعرف انه بابا هو اقوى يعني بالاخير هو زلمة، بس ما رح ننكر
شيرين ونديك كمان هني لا يعني هني اقوياء يعني عندهم قوه وكمان بالدرجه الثانيه ستيلا وانجلينا عفوا وبالدرجه الثالثه ستيلا يعني بس بالعقل بالعقل من يجي بنقول كل هذول اذكياء ان شاء الله بس هلا جايين عند القوه من اقوى بنت في اليوتيوب هلا رح يلعب سامر مع الكل ولازم تستفزوا البابا وما تخليه يعني هو يربح لازم واحدة منكم يخسر بابا هلا تفضل يا سامي غمضوا عيون بابا اول شيء مين رح يلعب معه انا وشو ندرين طيب اول شيء رح نعمل شغله ثانيه ندرين لا في شغله ثانيه لا تخبروني اوكي ما عرفني بكره احسن أحسن. طبعا متابعينا انتم شفتوا والبنات شافوا بس هو ما شاف هلا حاليا مين وهيك رح يصير يلا يا بنات بدنا تشجيع شجعوا اللعبه يس شويخ يلا تفضلوا على فكرة من المنظر عم بيضحكني مو انه ما حسيت القوة حسيت المنظر ايوه حسيت يس لا تقولوا اسمها يلا بسرعة قوي نفسك لا تخسري لي خلي بابا ينهزم اهزمي ايتها الفتاة اهزمي ذلك الرجل ليش خسرتي حالك؟ طبعا ذلك الرجل هو بابا لهالدرجة انجلينا شو؟ خسرت كيف بتعرف انجلينا؟ عم بتشوف؟ لا من ايدك اكيد البابا رح يعرف لمسات البنت والاب يلا نيكست لا تفتح عيونك شو شيرين بتعملي؟ شو بدك تعملي؟ بنات لازم تقووا نفسكم انا زعلت ها؟ قلنا لازم نخسروا ليومي رح يربح مين اقوى بنت في اليوتيوب يلا ابدأي صامدي اصمدي يلا لازم تكوني قوية لازم ستيلا يا طبعا من لمسات ايد ستيلا الناعمة الفشة اللي ما عندها لك ستيلا قوي نفسك شدي بابا يلا لا ستيلا الله يخليك ربحي ولا قوية عن جد قوية يلا خلاص نو واي ستيلا يلا نيكست يلا يا بنات يلا ميرا بدنا نلعب ستيلا شو عم بصير معي تفضلوا اقعدوا انتوا كمان او تحبوا توقفوا على راحتكم بس روح اعمل شيء ولا هي زعلانه انا بدي هو يخسر لازم يخسر احزمي ايتها الفتاة القوية يلا قوية ندرين ليش عم طلعي صوتك؟ هو عرف لا عرف ماسكة كده بقى يا بنتي ما عرفها يعني بس قوية برافو ندرين شيرين بايخة ايوه ما شوفي حالك اول شيء تبان ايدي حلوة مبين نعمة مثل الزلمة بس في شيء جايز في غش كمان البنات ما كتر عم يحطوا ايدهم الثانية على الارض كمان هذا صار اسم اللعبة القوانين لا القوانين ما بتقول هيك عشان حاليا اقوى شيء ندرين اوكي يلا افتحوا عيوننا النشتي وسكروا عيون اكيد يعني رح تعرف الشيرين بالاخير يعني عرفت يلا يا انجلينا ما بصير تلعبي مره ثانيه انجلينا ما بصير ايه عيوني طلعوا لبرا ما ربطنا انا عيوني لا فكره روحي ما بشو دقيقه خلص روحي عيوني تركوني عم تركك عادي لك ايه اوكي خلاص ماما خلينا نعمل عيوني طلعوا لبرا ليش ما عم طالعي صوتك انجلينا انجلينا خلاص
خلاص اوكي اوكي خلاص يلا. اوكي انجلينا هلا تشوفوا شيرين. شيرين انت لازم انت الاخيره قوتنا الاخيره لازم تهزمي يا شيرين. هالكره الرياضه بده يروح فين يا شيرين؟ لازم تهزمي. ليش عم تصرخي؟ والله البنايه بتقولي والله فرق بعيد لا لا شو سرانيه هالبنت عم خلص عم بيغش وعم بيود عم توجع ابوها بس كرماله تفشل. شو لازم هيك؟ استنوا شيرين هلا عفوا انجلينا عفوا هلا شيرين باجريها راح باجريها وايديها راح تعمل ما راح تخسرها بس انا فرحتي يا انجلينا؟ يس عند جايز انجلينا عم تضرب شيرين مشان شيرين تخسر مبالا ابوها بده يخسر يعني طمني طمني هي يعني بالاخير بنعرف بس قلت بلكي انتو يعني هيك محل اضافير يا دايي دايي متابعينا شوفوا بس بتقدر تربح دايي متابعينا شوفوا شيرين بس كرمالة تفوز شد غشاشة ياي ما توقعها غشاشة المرحلة الثالثة والاخيرة شوفوا جايز جايز رح نعمل هلا عملنا اشارة الاسود على الحيط وراح يقفزوا نفسهم محل اجرين توقف وين هي رح تكون رابحة ورح نبدأ بهذا التحدي الاخير يلا يا سامر نبدأ من عندك طبعا ونشوف القفز عند سامر رح يقدر يتخطى هذا الخط اوكي يلا خطيت والله برافو تفضلي يا شيرين يلا يا شيرين هلا بتقفزي وراح نشوف شو راح يصير يعني كان لبابا اكثر منك ما ادري يلا يا ننوشة نشوف اقفزي اكثر ننوشة مشان تربحي يعني يمكن ما اعرف ستيلا شو عم تدفشي اختك يا حرام عليها شو ضعيف حتى ما تمشي مش مفقد شو هدنا برافو اوكي مو مشكلة يا ستيلا يلا انجلينا نطي اكتر انجلينا يلا هيك خليكي قوية No. لا هي بهدلتنا هي ما نطت ولا شيء هذا هو اخر النط اللي عندك اوكي جايز هلا رح نعلن بعد شوي مين هي الفائزه او الفائز جايز وصلنا لقرار وشفنا الفيديو وراجعنا الفيديو شفنا انه السامر هو اللي ربح معنا بكل التحديات والتمارين ونقول الفائز هو السامر واخذ ماني كثير دولارات كثير واو والبنات راح يتعاقبوا من طرف المتابعين لازم انتم تعطوا العقاب لك لكل المتابعين اعطوا للبنات العقاب ولازم ننفذ عقابهم العقاب المناسب لنا المناسب طبعا قاسي وصلنا لاخر فيديو نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو بنقول يوم جديد فيديو جديد اشتركوا بالقناه حطوا لايك باي باي.